الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم. في هذا اليوم المبارك نتوكل على بركة الله لإتمام إجراءات وثيقة عقد الزواج. ميثاق شرعيا بني على أساس من المودة والتقوى والرحمة والسكينة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتجوز، فإنه حسن للفرج وغض للبصر، فمن لم يستطع فعليه بالصوم.